هذه الصور التي تظهر الآن على الشاشة هي إذن من محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، والتي تظهر استهداف القوات الإسرائيلية لمحيط المستشفى. من قلب المستشفى نقوم. نلاحظ إذن تركيز القوات الإسرائيلية خاصة في الأيام الأخيرة على استهداف المستشفيات في قطاع غزة، وكانت أيضا بعض التقارير قد أشارت كذلك إلى أن الحاخامات الإسرائيلية، عشرات الحاخامات الإسرائيلية، كانت قد ذكرت أنها أرسلت رسالة إلى بنيامين نتنياهو والقيادات العسكرية تقول فيها بإباحة استهداف المستشفيات، وذلك في ظل ما تقول عنه بوجود قيادات عسكرية أو مقرات لقيادات عسكرية لحماس أسفل هذه المستشفيات.